السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. الحج خلاص اهوت، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. شكرا للناس اللي بتشترك جديد معنا في القناة، ويا ريت الناس اللي بتتفرج علينا تعرف ان وصفاتنا كلها طبيعية. لو ليكم اي استفسار انا مستنية استفساراتكم وحاجاتكم. النهاردة هعمل لكم وصفة اتخلص بيها واقضي بيها على النمل تماما. الوصفة عبارة عن قرفة، انا جبت معلقة قرفة اهيت حطيتها. طبعا القرفه النمل بينجذب لها جدا جدا. وبيكنج باودر اهوت، اي بيكنج باودر بيتباع اكياس او بيتباع كده اهوت. باخد البيكنج باودر بحط، انا حطيت دلوقتي معلقه قرفه كبيره، بعمل كده بحط معلقه بيكنج كبيره برضو، مش عايزه احط المعلقه اللي فيها قرفه بس في البيكنج اهوت. وبعدين اقلبهم تماما، اقلبه تماما لحد ما كله يدوب، قصدي كله يتخلط كله مع بعضه. اهوت اهوت اهوت، شايفين بقى خلاص كده كله اهو اتخلط تماما، بيكنج بس ماسك بعضه اهو اهو اتخلط تماما. القرفة طبعا بتجيب النمل والبيكنج بيقضي عليهم تماما. انا بعمل ايه بقى بالعلبة ديت؟ انا خلاص اهو عملت الخليط بتاعي اهو اهو زي ما احنا شايفين اهو، ارفع على بيكنج باودر، انا بقفله وبحطه عندي في درج في المطبخ. اول ما الاقي مكان للنمل او كده بقوم فتحاه واخده منه رشه منه في المكان، وبيقضي تماما تماما على النمل وعلى اي حشره كمان واي حاجه بيقضي عليها تماما. فكره رائعه جدا جدا وفكره طبيعيه وامان كمان للاطفال. يا ريت تجربوها، مستنيه رايكم في الكومنتات. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.